بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيتكم غنصايب واحد الشهدة ديال الخيزو، بغيت نشاركها معكم. عندي هنا جوج خيزوات، قشور حامضة، هادوك اللي حيدنا من العصير راه كنخبيوهم وكنسمو بهم الكيكة ونسمو بهم الشهدة ديالنا. وعندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، خميرة فورية، معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة، نص كاس ديال السنيدة، بعبار كاس العنبة، هذا راه عبرت وكاس العنبة، نص كاس ديال الزيت، كاس الحليب، عصير حامضة، بيضة، شوية الملحة، جوج جبابن ديال الدقيق الفورص. بسم الله على بركة الله. انا خيزو راه سلقته من قبل، هو هذا جوج خيزوات مسلوقين، ها الماء ديالهم، وعندنا نص كاس الماء ديال خيزو، هذا كيفاش سلقنا خيزو. بسم الله، نجيب واحد الكاس. بسم الله، كندير خيزو، نزيد هاد نص كاس الماء فاش سلقنا خيزو، الخميرة، قشور الليمون الحامض، بيضة. بسم الله، نص كاس سنيدة، نص كاس ديال الزيت، وكاس الحليب. غنديرو هاد الملحة، الحامض، بسم الله، عندي هادو دابا طحنهم. بسم الله، من بعد ما طحنا هاد العناصر ها هما كي تيجيو، بسم الله. دابا كنزيدو الدقيق شويه بشويه، راه الدقيق راه غربلتو، نشوف واش غيهز لينا هادو ولا الا خاص شويه راه غنزيدوه على حسب السوائل. بسم الله، كنزيدو هاد الخميرة كيماوية، غادي يخص واقيلا شويه حيت باقي خفيف. ها هي العجينه ديالنا، رصت ليها 4 المعالق ديال الدقيق حيت دوك جبابن صغار، العجينه كي تتولي راه كتلصق في اليدين. نجيب شويه الزيت باش نجمعها ونغطيها تخمر.
نجيب واحد السلوفان باش نطيه كيحمر. هاد السلوفان راه كيعاون ونغطيه بواحد الزيت واحد الماطة صغيرة باش يخمر لينا، وكنغطوه مزيان باش يخمر. نزيدو عليه شي ماطة صغيرة دوك الصغيورات. بسم الله. من بعد ما دازت 10 دقائق هي العجينة ديالنا خمرات. بسم الله. نجيب شوية الزيت ونحيد منها الهواء. بسم الله. كنجيب واحد المول كنصوبو الكويرات ديالنا بحال هكا، هادي صغيرة. العجينة راه كتكون خفيفة باش يجيو هشاش. وكنغطوها كتخمر لينا عاوتاني. بسم الله. من بعد ما خمرت مرة تانية كنديرو ليها البيض، صفر بيضة والحليب وقهوة سريعة الذوبان. بسم الله. دابا غندخلوها الفران من بعد ما طيب غنرجع لها الشهده ديالنا. من بعد ما طابت كندهنها بشويه الكوفيتير ديال المشماش ورشيت عليها البيغميسيل. تقدروا ديروا اللوزيفيلي ولا كاوكاو، ودرت ليها شويه الشوكولاته من هنا قبل ما طيب، وكتجي بحال هكا. وكنتمنى تعجبكم، وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وبالصحه والراحه ان شاء الله. ها هي كي تتجي كتجي بحال البونجة وخفيفة ومهوية من الداخل، شتي كتبومبا.